فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل بإذن الله رب العالمين ما بدأناه في الأسبوع السابق عن يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم السحرة. ندخل مباشرة ونرسم بالكلمات مشهد هذا اليوم اللي هو تواعد فيه موسى عليه السلام مع فرعون والسحر. اليوم هو يوم الزينة، وهو يوم عيد للمصريين، يخرج فيه الجميع من أجل الاحتفال بهذا اليوم. وقد اختار موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم حتى يتجمع أكبر عدد من المصريين ليروا بأعينهم الحق وكيف ينتصر الحق على الباطل. فاختار يوم الزينة واختار وقت الضحى بحيث لا تكون الشمس شديدة ولا يكون في الليل، ليكون الوقت في الليل فلا يرى الناس، إنما اختار وقتا مناسبا حتى لا يتأخر أحد من الناس. والعجيب أن فرعون وافق على هذا. العقل يقول أنه إنسان لابد أن يضع البدائل، هذا اليوم
موسى عليه الصلاة والسلام من ناحية، والسحرة من ناحية أخرى، أليس من العقل أن يحسب الإنسان البدائل لما يقدم عليه؟ فعنده بديلان، إما أن ينتصر السحرة وإما أن ينتصر موسى عليه السلام، حتى على دعواه وزعمه أن موسى عليه السلام من السحرة، هب أنه كان ساحرا أكبر من هؤلاء واستطاع أن ينتصر على هؤلاء، فكيف وافق فرعون على أن يجمع كل الناس وفي هذا اليوم وفي وقت الضحى؟ فهذا يدل على غباوة قلب. سبحان الله. إذن نحن الآن في يوم الزينة في وقت الضحى، في أرض منبسطة مستوية كما ذكرنا مكانا سوى، وفرعون أعد له سرير العرش وهو الكرسي المرتفع، وجلس على رأس هذا الوادي، ومن حوله عن يمينه وعن شماله الملأ، وهم الوجهاء وكبراء رجال الدولة، والجنود يحيطون بفرعون وبالملأ ويتكاثرون في هذا المشهد. ثم آلاف مؤلفة من السحرة يقفون صفا واحدا كما رأينا في الأسبوع السابق، ورأينا الأعداد كانت كبيرة، حتى أن بعضهم ذكر في التفسير أن العدد وصل إلى 900,000 سحر. فهؤلاء يقفون آلاف مؤلفة من السحرة، ثم الشعب في يوم العيد، وهذا المشهد مشهد يعني مشهد مهيب، مشهد مهيب. كل هؤلاء وموسى عليه السلام ومعه أخوه هارون. موسى عليه السلام ليس معه إلا العصا التي في يده، المعجزة التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، لكن موسى عليه السلام كما قال له ربه سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فالآن نحن نتخيل هذا المشهد، ورأينا أن موسى عليه السلام نصح السحرة وخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى نتيجة الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس. ورأينا أن نتيجة هذه النصيحة من موسى عليه السلام فإنهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا أمرهم بينهم، لكن في النهاية اتفقوا على أن يوحدوا الصف ويوحدوا الكلمة، وأن يقفوا جميعا صفا واحدا، بحيث عندما يلقون ما في أيديهم فيكون مرة واحدة، فهذا يؤدي إلى تخويف الناس وتخويف موسى عليه السلام. هذا في زعمهم، هذا في زعمه. بهذا هو المشهد الآن. موسى عليه السلام قال لهم، قالوا هم أولا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هل هذا من أدبهم مع موسى عليه السلام؟ ربما. هل هذا من تحديهم؟ عايز ترمي أنت الأول ارمي، إحنا نرمي الأول نرمي. قال بذلك بعض أهل العلم، وقال بذلك بعض أهل العلم. قال: بل ألقوا. موسى عليه السلام اختار أن يلقوهم ما في أيديهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا كان هذا يخيل لموسى عليه السلام وهو نبي مؤيد بالوحي ووعده الله سبحانه وتعالى بالنصر، لكن من شدة سحرهم خيل إلى موسى عليه السلام أن هذه الحبال وهذه العصي تسعى كأنها حيات
واستكمل بقى الصورة اللي احنا رسمناها دي، وشوف بقى آلاف مؤلفة من الحيات ثعابين تسعى في هذا الوادي. لا شك أن الناس يعني صرت لذلك، وفرعون انتفخ وانتفش لذلك، والملأ كذلك، لكن العبرة بالمآلات. يبقى أخوي إلى موسى عليه السلام أن هذه الأشياء تسعى، وقلنا إن هذا من سحر التخييل، وذكرنا في الأسبوع السابق أن السحر نوعان، هذا النوع من السحر سحر التخييل وليس بحقيقي، وهناك نوع آخر من السحر حقيقي يؤثر إذا أذن الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن ذلك في الأسبوع السابق. فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، خاف من كل هذه الآلاف المؤلفة من الحيات التي تسعى في هذا الوادي، وربما يؤدي هذا إلى أن يصدق المصريون لوهلة، لكن هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر. وهذا الخوف خوف فطري عند كل الناس، إنسان يخاف عندما ترى حيوانا مفترسا فأنت تخاف، فكهذا الخوف، وكما قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، أيضا موسى عليه السلام. يبقى هذا النوع خوف فطري غير مذموم، إنما الخوف العقدي وهو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من عمل القلوب أن تخشى الله سبحانه وتعالى، فأن تخشى الله أن تعصي سبحانه وتعالى، وأن تخشى الله في سرك، ولا توجه هذا الخوف وهذه الخشية إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف العقدي الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك فارق بين الخوف الفطري اللي هو معنى هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى، والخوف العقدي هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قلنا لا تخف، فأوحى الله سبحانه وتعالى أن لا يخاف، لا تخف هذا الخوف الفطري، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى ولا تخشى مما ألقى هؤلاء، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ما في يمينه هي العصا، لماذا الآيات لم تقل وألق العصا؟ مفسرون على أقوال، منهم من قال التنكير للتعظيم، ومنهم من قال بل التنكير للتحقير، ومنهم من قال إن في هذه لطيفة أو إشارة أن يتذكر موسى عليه السلام أول ما كلمه ربه سبحانه وتعالى في عند جبل الطور في سيناء، فعندما سأله وما تلك بيمينك يا موسى، فاللطيفة أنه يذكره بأول كلام بينه وبين ربه سبحانه وتعالى عندما سأله عن العصا التي في يمينه، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تأكل وتلتقط كل ما ترى من آلاف مؤلفة من حيات في هذا الوادي، إنما صنعوا كيد ساحر، هذا الذي صنعوه هو من كيد السحرة، وهذا ليس على الحقيقة، كما قلنا هذا من سحر التخيل، لكنه كان سحرا عظيما، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا على العموم، بمعنى أن هذا الجزء من الآية وإن كان يتعلق بقصة موسى عليه السلام مع السحرة، لكن هذا العموم كقاعدة عامة أنه لا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم. يبقى الساحر لا يفلح في أي مكان، حيث أتى أي في أي مكان توجه إليه
وأينما توجه فإنه لا يفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا. هنا في اختصار، فالله سبحانه وتعالى قال فألقي السحرة سجدا. ما عندما ألقى موسى عليه السلام هذه العصا التي في يمينه تحولت إلى حية عظيمة وبدأت تأكل في كل هذه الحيات الآلاف المؤلفة التي في الوادي. أسقط في يد فرعون، يعني الصحراء الذين جمعهم من جميع ربوع مصر وصنعوا ما صنعوا، الشعب كله واقف والدنيا كلها واقفة، فيلقي موسى عليه السلام هذه العصا التي في يمينه التي لم يصدق بها فرعون أنها معجزة من عند الله سبحانه وتعالى من قبل. هذه العصا تحولت إلى حية عظيمة فابتلعت كل هذه الحيات والثعابين التي ألقاها السحرة. فألقي السحرة سجدا. طيب السحرة كأن أحدا أمسكهم فألقاهم، يعني شوف التعبير القرآني المعجز، فألقي السحرة سجدا، كأنه من فوق كده واترمى كده، ألقي السحرة سجدا. لم يتكلموا بكلمة، إنما لما عاينوا الآية بأعينهم فعلموا أن ذلك ليس من السحر، وهم تنازعوا في أمر موسى عليه السلام من قبل، وقلنا إن كلمة موسى عليه السلام نفعت وستنفع. فألقي السحرة سجدا، يبقى علموا أن هذا ليس من السحر. السحرة هم برعوا في السحر، ونحن رأينا أن فرعون لما أرسل في المدائن حاشرين فإنه أمر أن يأتوا بكل سحار، مش أي ساحر، كل سحار صيغة مبالغة يعني المتمكن من السحر، كل سحار عليم. فهؤلاء لأنهم بارعون في السحر رأوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من السحر، ليس من جنس السحر الذي برعوا فيه والذي يعملون فيه. لذا نجد أن الأنبياء دائما يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزة من جنس المعجزات التي برع فيها القوم الذين أرسل إليهم النبي. وقص على هذا، ترى هذا مع جميع الأنبياء، لو نظرنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر معجزة وأعظم معجزة هي القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى من جنس ما برع فيه العرب، لأن العرب في وقت زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعثة النبي كانوا متمكنين من اللغة العربية شعرا ونسرا. فهؤلاء لأنهم بارعون في السحر رأوا أن ما فعله موسى ليس من السحر، وإنما هذا نبي مؤيد من ربي سبحانه وتعالى كما تنازعوا أمرهم في شأنه من قبل هذا. فألقي السحرة سجدا وأعلنوها، قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا هذا كان موقف السحرة، هنا الأمر تغير تماما وانقلب السحر على الساحر، أقصد هنا فرعون. احنا قلنا المشهد هو، تخيل معي المشهد عامل ازاي. فلما بقى الألاف المؤلفة دي بعد ما كانوا يريدون الأجر والقرب من فرعون كما وعدهم، هؤلاء جميعا يلقون أنفسهم مرة واحدة بلا استثناء على الأرض سجدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له، فانقلب الأمر على فرعون. اللي احنا قلنا بقى أنه كان لو عنده عقل كان وضع البدائل، لكنه لم يضع هذه البدائل. فألقي السحرة سجدا وأعلنوها صريحة مدوية واضحة، آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوف برضو فرعون والطواغيت لا يعدمون حيلة من المراوغة ومن الكذب على الناس، فعلى طول اتكلم
لأنه من المؤكد أن أنظار الناس توجهت إلى فرعون، هيعمل إيه؟ صرف إزاي؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، صدقتموه وأنا لم آذن لكم، ألست لكم بإله؟ إن فرعون كان يقول هذا، قال أنا ربكم الأعلى، فكيف تغيرون عقيدتكم قبل أن آذن لكم بذلك؟ وهل الإيمان يحتاج إلى إذن؟ هل الإيمان يحتاج إلى إذن؟ ثم راوغ وكذب ليحفظ ماء وجهه بين هذه الجموع الغفيرة، فكذب وهم يعلمون أنه يكذب، وهو يعلم أنه يكذب، والملأ يعلمون أنه يكذب، وكل الناس عارفة أنه كذاب. لكن هكذا، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف بقى قال إيه، قلب الموضوع عشان يخرج منه. ده موسى عليه السلام هو كبيركم، هو أكبر ساحر فيكم، وهو الذي علمكم السحر. طب من أين علمهم السحر وموسى عليه السلام كان في مدين في الشام، وجاء مباشرة من مدين إلى فرعون بالرسالة، وحدث الحوار الذي دار بينهما، وحدث الموعد الذي حدد من قبل فرعون ومن قبل موسى عليه السلام. فأين تعلموا منه السحر؟ وقد جمعهم من جميع ربوع مصر. لكن هكذا، فإن هؤلاء لا يعدمون كذبا أو حيلة. فلأقطعن أيديكم، ثم لجأ إلى حيلة الذي لا يملك الحجة ولا البرهان، فيلجأ إلى التهديد وإلى التخويف. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هدد بإيه؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف يعني ياخد الإيد اليمين مع الرجل الشمال، رجل الإيد الشمال مع الرجل اليمين، يعني حتى لا يجعل الإنسان لو قطع له إيده اليمين ورجله الشمال يبقى لا ينتفع بأي جانب من جوانبه، ولو قطع من ناحية واحدة ممكن ينتفع بالجانب الثاني، لكن هذا من التنكيل، يقطع له كده هنا وهنا عشان ما ينتفعش بأي جانب من جوانب جسده. ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني مبالغة في أنه سيصلبهم، وهنا في بمعنى على، وحروف الجر في اللغة العربية قم بعضها مقام بعض كما هو معلوم، يعني هذا في المبالغة كأنه حيصلبهم جوه جذوع النخل، لكن هم على جذوع النخل، يبقى هنا في بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لما تصلبوا بقى هتعرفوا أينا أشد عذابا وأبقى. هل هنا أينا أشد عذابا وأبقى يعني على الله، يعود الكلام على الله سبحانه وتعالى؟ قال بذلك فريق، أم على موسى عليه السلام، على اعتبار أن الكلام في الآية على موسى عليه السلام، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ولعل ذلك يكون هو الراجح والله أعلم. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان الرد إيه؟ وأنت تتعجب من الرد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. طب هذا رد لقوم كانوا في وقت الضحى من الكافرين ومن السحرة، ووعدهم فرعون بالأجر، وعندما ألقوا قالوا بعزة فرعون. هل هذا رد يكون من هؤلاء الذين مس الإيمان قلوبهم لقد إيه؟ يعني لما رأوا الآية دي، آية الحية اللي أكلت كل الحيات دي اللي هم ألقوها، الوقت كان قد إيه؟ وقت قصير وقليل جدا، لكن مع ذلك فإن الإيمان تمكن من القلب، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب.
خلاص اتمكن وتربع الايمان من القلب. فسبحان الله ما صلوا ولا صاموا ولا تعبدوا الله سبحانه وتعالى، انما سبحان الله آية واحدة رأوها فانقلب شأنهم تماما تماما. لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات، من الدلائل الواضحة أن موسى عليه السلام ليس بساحر وأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. والذي فطرنا، إما والذي فطرنا معطوفة على لن نؤسرك على ما جاءنا على البينات، يعني من البينات، والذي فطرنا لن نؤسرك على الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا، أو يكون هذا قسم لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات فأقسموا والذي فطرنا، أقسموا بالله سبحانه وتعالى، فاقض ما أنت قاض. يعني زي ما احنا بقول كده، أعلم في خيلك اركب، أعلم في خيلك اركب، اعمل أنت عايزه، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت مهما فعلت وحتصلبنا وحتقتلنا وحتقطع كما قلت أيدينا وأرجلنا من خلاف، إنما هذا كله في الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هناك حياة آخرة، تتعجب والله، هؤلاء الذين كانوا في أول النهار في صف فرعون تحولوا إلى هذا التحول الكبير. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. طيب هو السحر من الخطايا، لكن تخصيص السحر لأنه كان هو العلامة المميزة لهم. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، هذا يعني يبين أنهم كانوا مكرهين على هذا السحر، ومكرهين أن يتبارزوا مع موسى عليه السلام بعدما خوفهم بالله سبحانه وتعالى. والله خير وأبقى، إن كنت ستفعل بنا ما تفعل وتنفذ تهديدك لنا فالله سبحانه وتعالى العاقبة عنده سبحانه وتعالى، والمآل لمن اتقى الله سبحانه وتعالى، والله خير وأبقى. هل نفذ فرعون وعيده فصلب الصحرة كما قال؟ الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة صحرة فرعون لم تبين لنا إن كان نفذ وعيده أم إن الله سبحانه وتعالى نجى صحرة فرعون من بطش ومن كيد فرعون، لا يوجد بين أيدينا دليل، وبالتالي انقسم المفسرون، ففريق يرى أنه قد نفذ وعيده وفريق يرى أنه لم ينفذ وعيده وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. من يأتي ربه مجرما كافرا به سبحانه وتعالى عاصيا له، فإن مصيره جهنم والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها لأن الموت يذبح ما بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة خلود لا موت فيه، وينادى على أهل النار خلود لا موت فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل الموت انتهى، يؤتى على هيئة كبش أقرا ويذبح بين الجنة والنار، يبقى خلود. أهل الجنة خلود لا موت فيه، وأهل النار خلود. طيب لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يحيا حياة هنيئة أو حياة طيبة، إنما هو يحيا حياة يعذب فيها، يعذب فيها.
وعلى العكس ومن يأتيه مؤمنا، أي يأتي الله سبحانه وتعالى مؤمنا قد عمل الصالحات. وانظر إلى الاقتران ما بين الإيمان وبين عمل الصالحات. فأولئك أي الذين يأتون الله سبحانه وتعالى وقد آمنوا به وعملوا الصالحات لهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، جنات عدن، جنات عدن، جنات يقيمون فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. الآيات هنا تنتقل انتقالة أخرى لما قال موسى إيه عليه السلام بعد ما حدث في هذا اليوم، وما قال بني إسرائيل إيه بعد ما حدث في هذا اليوم. وهل الصحراء الذين آمنوا برب موسى عليه السلام، وقلنا ليس بين أيدينا دليل أن فرعون نفذ وعيده أم لم ينفذه، هل سيكون مآلهم مع موسى عليه السلام الخروج من مصر؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن انتقلت الآيات انتقالة أخرى، الله سبحانه وتعالى يوحي فيها إلى موسى عليه السلام أن يسير بعبادي ببني إسرائيل ومن آمن بهم. لكن هنا سأنتقل سريعا إلى سورة الشعراء، أن في تفصيل في هذا الأمر. هنا نجد قوله سبحانه وتعالى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني مجتمعون ليوم الزنا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هناخد أجر إن غلبنا؟ قال نعم، وزيادة بقى فضل منه كمان، وإنكم إذن لمن المقربين، لو انتصرتوا أنتوا ستكونون من المقربين لي. وقال لهم موسى كما رأينا وألقوا حبالهم وعصيهم. لكن هنا شوف السحرة قالوا إيه، وقالوا بعزة فرعون، أنه كانوا يعتقدون أنه إله بعزة فرعون. العزة ليست إلا لله سبحانه وتعالى. إننا نحن الغالبون. وألقى موسى عليه السلام عصا وألقي السحرة ساجدين. هنا قالوا لا ضير، لما هددهم بالتهديد الذي رأيناه قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، أي لا ضرر من تهديدك لنا، افعل ما تشاء. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بمن؟ برب موسى وهارون عليهما السلام. أن كنا أي لأننا كنا أو لأن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر بعبادي، أسر الإسراء هو السير ليلا، السير ليلا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن أخرج ببني إسرائيل من مصر ليلا. طيب هو عدد بني إسرائيل كان قليلا، المفسرون ذكروا أنه عددهم كان 300,000، وبعضهم ذكر عددهم 600,000، يعني عدد كبير، عدد كبير. كيف خرج هؤلاء من مصر هكذا؟ هل أذن لهم فرعون خرجوا ليرتاح منهم؟ لأنه لو أقاموا وبعد ما حدث في يوم الصحراء هذا فستصار قلاقل وتكون دائما مشكلات، فيبقى يخرجوا ويريحون. هل أذن لهم أم خرجوا دون أن يعلم؟ طب خرجوا دون أن يعلم بعيدة شوية، ليه؟ لأنه العدد كبير، وعند خرجوا جموع من بني إسرائيل وعيون فرعون في كل مكان، فأذن لهم. طيب هو أذن لهم،
طب ما الذي غير يعني هذا الإذن وبدل إذنه لهم؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أم هذه كانت خطة من فرعون أنه يجمع موسى عليه السلام وكل من آمن به وبني إسرائيل ويسيرون إلى الشام إلى سيناء وبعدين الشام بعد هذا ففي خارج مصر فيحاصرهم ويتخلص منهم جميعا عندما يصلون إلى البحر يبقى البحر من أمامهم والجنود من خلفهم فيسقط في أيديهم فيقتلونهم والمسألة تنتهي وخلاص ولا حد بقى يهرب النحال ولا حد يهرب النحيل ربما يكون هذا والله أعلم. الشاهد أنه فرعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فرعون أرسل في المدائن مدن مصر يعني حاشرين أرسل جنودا له يحشروا الناس يحشروا جنود الجنود الكثيرين من الناس هو هيواجه 300 ألف 600 ألف على روايتين يبقى هو يحتاج إلى عدد كبير جدا من المصريين ليس الجنود فقط يحتاج إلى أعداد ضخمة. فأرسل من ينادي في الناس وبسرعة وإن هؤلاء يقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون جماعة قليلة قليلة زي احنا قلنا 300-600 ألف بالنسبة بقى للعدد اللي هو هيحشره فرعون يبقى عدد قليل أو هو قللهم من أجل يعني ألا يخاف الناس من المواجهة الله أعلم. وإنهم لنا لغائظون يبقى هؤلاء موسى عليه السلام ومن آمن به فهؤلاء يغيظوننا ويغضبوننا وإن لجميع حاذرون وإحنا لابد ناخذ أهبة الاستعداد ونستعد ونخرج وراء الناس دي حتى نحاصرهم وننتهي من شرهم. فأخرجناهم من جنات وعيون. الضمير هنا يعود على مين؟ على فرعون وجنوده اللي جمع كل اللي جمعهم دول. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فين الجنات دي؟ مصر. مصر مصر كانت جنات وكانت حتى في أيام دولة الرومانية كانت هي مستودع القمح بالنسبة للإمبراطورية الرومانية فمصر يجري فيها النيل دائما وكانت على ضفاف النيل جنات من نخيل وأعناب وزروع وقمح وسائر أنواع المزروعات فهي كانت جنة من جنات وعيون. وده حتى لما تقرأ في تفسير القرطبي شوف هو إمتى يصف نيل مصر ويصف الجنات ورغد العيش الذي كان فيه أهل مصر يبقى الله سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء لكنهم ما قابلوا نعمة الله سبحانه وتعالى بالشكر إنما بالكفر فسلبت منهم هذه النعم. وكنوز ومقام كريم ومصر كانت دولة غنية وفيها ذهب وفيها كنوز وسبحان الله شوف الفراعنة بيسرقوا فيها وكلما جاء فرعون سرق فيها لكن سبحان الله ما زالت مصر يعني في رغم ما من سرقها من الفراعنة لكن فيها الكنوز والمقام الكريم حتى الفراعنة كانوا بياخدوا الذهب يحطوه في المقابر وكده ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أورث إيه؟ أورث مصر يعني بني إسرائيل؟ لا أورثناها بني إسرائيل أرض بقى أرض لله سبحانه وتعالى لكن بنو إسرائيل ما أورثهم الله سبحانه وتعالى مصر. فأتبعوهم مشرقين. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يسير ببني إسرائيل ليلا ففرعون جمع جنوده وخرج في وقت الشروق مشرقين أي في وقت الشروق. طيب إيه اللي أخر موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل؟
يعني هل كانوا لا يعلمون أن فرعون سيأتي أذن لهم؟ ربما. لكن إحنا عندنا حديث أخرجه أبو يعلى والحاكم في المستدرك عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا، هو في سلسلة صحيحة للشيخ الألباني، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ماذا تريد، فقال أريد ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يعني أتعجزون أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا عجوز بني إسرائيل، قالوا ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله. فحكى النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل يقصدون سيناء فإنهم تاهوا عن الطريق، فتعجب موسى عليه السلام كيف يضلون الطريق، ده هو جاي منه كيف يضلون كل هؤلاء الناس لا أحد منهم يعرف الطريق. فسأل ما هذا، فعلماء بني إسرائيل قالوا له إن يوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة فإنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل أنهم إذا خرجوا من مصر لا يخرجون منها إلا ويأخذون عظامه معهم. فموسى عليه السلام سأل ومن يعرف قبر يوسف عليه السلام، قالوا لا أحد يعرفه إلا عجوزا من بني إسرائيل معهم توني بها، فأتوا بها فسألها عن قبر يوسف عليه السلام فقالت حتى آخذ حكمي، أو حتى آخذ حكمي، قال ما حكمك، يعني تريد شيئا، تريد شيئا، فقالت أن أكون معك في الجنة. ده شوف ده طلب إيه، ده طلب غالي قوي. فموسى عليه السلام الأمر ليس بيده فتوقف، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمها أن تكون مع موسى عليه السلام في الجنة، فأعطاها هذا الوعد. فقالت إنه في هذا المكان، في هذه البحيرة التي فيها الماء، انضبوا هذا الماء أي انزحوه، فنزحوا هذا الماء فحفروا حفروا فاستخرجوا جسد يوسف عليه السلام. طيب هنا حيشكل علينا انه عندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابي الدرداء عند ابن ماجه وغيري، ان النبي عليه الصلاة والسلام موضع الشاهد قال ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، وهنا في الحديث عظام يوسف عليه السلام، فالعرب يطلقون العظام على الجسد. طب انت معنى دليل على هذا، معنى دليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره. الشاهد أن تميما رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما بدنا يعني امتلأ قليلا وتقدمت بسن، أصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني يخطب عليها يحمل عظامك، يبقى هذا هو الجمع، يبقى الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والعرب تطلق العظام على الجسد من باب يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما في قوله سبحانه وتعالى قرآن الفجر المقصود صلاة الفجر، صلاة الفجر، لكن أطلق الجزء وأراد به الكل. هذا معروف يعني أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة، في اللغة العربية. فهل الذي أخرهم هذا؟ ربما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمجرد ما حملوا جسد يوسف عليه السلام اتضح لهم الطريق، أضيء لهم الطريق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأتبعوهم مشرقين أي في وقت الشروق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى عليه السلام بنو إسرائيل شافوا كده وراهم فرعون بقى ومعاه إيه ده أمم، قالوا إنا لمدركون، خافوا بنو إسرائيل، خافوا قالوا هيدركنا البحر من أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا، إلى أين سنذهب؟ ودائما نجد بني إسرائيل دائما كده على الشك. طب ما أنتم معكم نبي من الأنبياء ورأيتم المعجزة
ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمره أن يخرج بكم، أليس ذلك يعني أدعى أن تثقوا في وعد الله سبحانه وتعالى وتتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سينقذكم؟ لكن هكذا بني إسرائيل دائما. فموسى عليه السلام كان من المناسب أن يقول لهم هنا كما في الآيات، قال كلا، اللي أنتوا بتقولوه ده واللي أنتوا خايفين منه لا، إن معي ربي سيهدين. لم يقل لهم إن معنا ربنا سيهدينا، لأنهم شكوا وخافوا وارتابوا، لذا أنا حالي يختلف عن حالكم، إن معي ربي سيهدين سبحانه وتعالى. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى في الحال، وجاء الوحي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق انشق كده البحر إلى 12 طريقا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى شوف كل فرق كده، كل طريق كالطود، الجبل العظيم. وشوف ده بقى ما يكون البحر الأحمر، وشوف عمقه قد إيه، يعني إلى الأرض والأمواج تتوقف، سبحان الله، تتوقف الأمواج تماما، وموسى عليه السلام يمشي ومعه بنو إسرائيل على يابسة البحر لا يضرهم شيء. طيب هو فرعون مش رأى المعجزة دي؟ خلاص بقى هو يعني إيه، قلبه أعمى. طب ما رأى المعجزات من قبل، ورأى معجزة الحية، لكن لم يفكر فرعون مرة ثانية في أنه من الممكن أنه ربنا سبحانه وتعالى يغرقه في هذا البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. يبقى اقترب الله سبحانه وتعالى، قرب هؤلاء الآخرين وفرعون وجنوده، وحتى عبر آخر واحد من بني إسرائيل، عبروا الناحية الثانية، وفرعون الآن ومعه جنوده في وسط البحر. إيه اللي حصل بقى؟ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. خلاص أنقذ الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه أجمعين، وعبروا البحر. ثم أغرقنا الآخرين، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون، أمر البحر الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يتوقف عن الجريان والأمواج تتوقف ويعبر موسى عليه السلام وبنو إسرائيل، فإنه أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه مرة ثانية، وأمره أن يغرق هؤلاء جميعا. ثم أغرقنا الآخرين. سبحان الله، إن في ذلك لآية. فرعون لما عاين بقى الغرق وشاب بعينه أمواج عالية ولا قبل له بهذه الأمواج، فآمن بقى في وقت الغرق هنا، آمن هذا الغبي الذي رأى الآيات والمعجزات لكنه آمن الآن. ماذا قال؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. يعني شوف حتى غبي مش قال كده زي الصحراء آمنا برب موسى وهارون، لا، ده جاب جملة طويلة قوي تبالك، وأنا من المسلمين. طيب هو التوبة لا تقبل عند الغرغرة، هو خلاص بيغرغر وعاين الموت وملك الموت، كما في حديث ابن عمر، نعم على ما أتذكر، إن الله لا يقبل توبة العبد، عند حديث ابن عمر عند الترمذي، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني هو بيطلع في الروح يقول أنا تبت بقى الآن، كما قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا ينفعش، خلاص يبقى الإنسان هو يعين الموت، ما بتنفعش التوبة، تنفعش التوبة. فهو لما رأى هذا يبقى صرخ وقال هذا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن جاي تؤمن؟
أنت رأيت الآيات بعينيك لم تنقل إليك، إنما رأيتها بعينيك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بنو إسرائيل خلفك آية لبني إسرائيل، وكذلك آية للأجيال القادمة، لتكون لمن خلفك آية. فالله سبحانه وتعالى، بنو إسرائيل قالوا لا فرعون ما غرقش، فينه؟ احنا شايفينه. فالله سبحانه وتعالى أخرجه من البحر حتى رآه بنو إسرائيل، فصدقوا أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وأغرق جنوده. أختم معلش أستاذ عمر دقيقتين بس ثلاثة، أختم أنه فرعون هذا الذي نجاه الله سبحانه وتعالى وما زال جسده موجودا في المتحف المصري، فهذا لما يعني صفروا من أجل بعض الترميمات أو بعض العلاجات في الجثة، فإنهم بالتحليل كده وجدوا أن فرعون هذا قد مات غريقا وإنه لم يمكث كثيرا في الماء، بالتحليلات كده وجدوا كده. فحتى إن موريس بوكاي أحد علماء مقارنة الأديان أسلم لما علم هذا ورأى ذلك، لأنه لم يذكر في كتب السابقة أن الله سبحانه وتعالى نجى فرعون من الغرق إلا في القرآن، فآمن وقال القرآن قد ذكر هذا، فلما حللوا ورمموا الجسد فوجدوا أن عظامه من الداخل تهشمت بفعل ضغط الأمواج، وأن جسده من الخارج لم يتعرض لشيء. وشوف الدقة ببدنك، جسد من الخارج كما هو، فسبحان الله العلي العظيم. اليوم نجيك، فاليوم نجيك من لتكون من خلفك آية، سبحان الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وانتهى هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى الذي سميناه يوم الصحراء، ورأينا الحال وكيف انقلب هؤلاء من الكفر بالله سبحانه وتعالى إلى الإيمان، كما مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. يبقى شوف قلوب بني آدم، كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيفما شاء. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا نكون بهذا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، هو يوم الصحراء. وبإذن الله في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى نلتقي مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا وذاك، من تقع عشدها والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة